التسمر من المواد الطبيعية اللي فيها منافع كثيرة، شنو هي أهم الخصوصيات ديال التمر؟ التمر الجودة ديالو فين كاينة؟ كاينة في الفيتامينات اللي في التمر، وخاصة واحد الفيتامين خاص اللي كيكون في التمر ما كنلقاوه في حتى شي بلاصة أخرى، وهذا الفيتامين هذا هو من الفيتامينات اللي كتغذي لنا الخلايا ديال الدماغ. كذلك أنه الموضوع ديالنا اللي غنهضروا عليه السرطان، كيصلح كثير المشاكل ديال السرطان، التصفية ديال الذات، وكذلك كيساعد في رفع المناعة. ومسألة أخرى اللي ما كيعرفوهاش الناس بزاف، أن واحد الوقت ما كانتش القهوة، كانوا الناس كياخذوا العظم ديال التمر في هذه المناطق وكيقليوه وكيديروا به القهوة. مازال هذه واحد الحاجة اللي لقيتني غنسولك غنقول لك وديرها في الجنوب، لقيت السيدات ديك العظم ديال التمر ما كيتلاحش. بالفعل، وهنا كنقول لهم واحد السر كبير اللي غنبقاو في نفس الموضوع، انه مضاد للسرطان، وكذلك كيصلاح الناس اللي كيبغيو يديروا الحميه، فهو كيساعد كحارق الدهون، وكذلك كيرفع من المناعه ديال الذات ديالنا. التمر حارق الدهون اكيد، وخا العظم ديال التمر، العظم ديال التمر اللي كيتحمص وكيدار بحال القهوه. اذا العظم ديال التمر ممكن شنو السيدات تصوب به واحد الغبره ولا بودره؟ نعم، غير هو باش كيدار في البيت ما يمكنش، راه هو دابا كاينين الناس اللي كنحييهم الباعه ديال التمور اللي كاينين تبارك الله في البلاد ديالنا كامله، وكيبيعوا هاد من تعاونيات اللي كنحييهم وكنحيو جميع النساء ديال التعاونيات المغربيات تبارك الله على الخدمه ديالهم، كيديروا هاد القهوه هادي، خاصه التعاونيات اللي بهاد المناطق هادي ديال ورزازات والمناطق الجنوبيه، وكتلقى هاد القهوه ديال التمر، فهاديك خذوها راه هي مفيده وحارقه للدهون وعندها فوائد كبيره على الصحه ديالنا. كنا تكلمنا سابقا على الكحول الى عقلتي، وكان في المكونات التقليديه اللي كتستعمل العظم ديال التمر. نعم، لان العظم ديال التمر كما قلنا كيرفع المناعه ومضاد للبكتيريا. يعني هذا بالنسبه للناس اللي مازالين كيدقوا الكحول بشكل تقليدي على يديهم وكيديروا فيه العظم ديال التمر، كتشجعهم دكتور عماد؟ نعم، بالفعل، لان العظم ديال التمر حنا هضرنا على مواد اخرى اللي ما خصهاش تدار فيه، هي اللي كتكون مواد سامه. في اليوم دكتور عماد غادي نتكلموا على زيت البرتقال. نعم، فزيت البرتقال الفوائد ديالو كبيرة، كنا كنعرفوها انه كيحتوي على فيتامين سي، كيحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ولكن المعلومة الجديدة اللي غنجيبو اليوم هي ان البرتقال مضاد للاكتئاب، اذا فيه واحد الحمض خاص، واحد الحمض مركب اللي كيحتوي البرتقال وكيعطينا هذا الاحساس بالسعادة ومضاد للاكتئاب. ثانيا خصنا نعرفوا ان البرتقال كيرفع من الشهيه، كيفاش كنعرفوها؟ انه واخا كنحطوا قدامنا كيلو ديال الليمون كناكلوه وما كنعقلوش عليه، علاش؟ لان كل ما كنقشروا هذاك الجلده ديال الليمونه كيطير واحد الماء، حنا كنا كنشوفوه ملي كنشموا ذاك الماء، ذاك ليتيغ، ذاك الزيت الاساسي كيفتح لنا الشهيه وكيعطينا الشهيه باش ناخذوا وحده اخرى، وهكذا كترفع لنا الشهيه. والوصفه اليوم اللي كنقترحها لكم هي وصفه حارقه للدهون، لان الزيت ديال البرتقال من الزيوت الحارقه الدهون من الدرجه الاولى. كيفاش كتخدم؟ كتمشي لنا الخلايا ديالنا الدهنيه، كتدخل فيها كتحاول تسرع العمليه ديال حرق الدهون، وخاصه اذا تحركنا بها او خاصه اذا استعملناها بشكل مساج. اذا الوصفه اللي غنقترحها لكم اليوم وصفه حارقه للدهون بزيت البرتقال، غادي ناخذوا زيت البرتقال جوج معالق كبار، معلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس، ومعلقه كبيره من زيت الزيتون. اذا معلقه كبيره من زيت الزيتون، من زيت نوار الشمس، وجوج معالق كبار ديال زيت البرتقال، غادي نخلطوهم مزيان، غادي ندفيهم في حمام مريم، غنديروا بهم مساج ديال 5 دقائق، وغادي نخليهم مده ديال 40 دقيقه، هي ساعه الا ربع في كل شيء. ويمكننا نغطيوها بالسيلوفان الا كان عندنا هذا المشكل في الارداف او في البطن ديالنا، ومن بعد كنغسلوها. العمليه كنديروها كل نهار وكنداوموا عليها مده ديال شهرين، وان شاء الله النتيجه كتولي كتبان من الشهر الاولاني. هو السيدات اللي باغين يزيدوا في الوزن او باغين يحصلوا على تسمين بعض المناطق مثلا الحناك او يعني في الوجه ديالهم يسمنوا، واش هذا الزيت ديال البرتقال غتصلح ايضا لاستعمال على الوجه؟ استعمال الوجه ماشي مشكل، الا كان الزيت ديال البرتقال فهي كتضاهي الزيت ديال الحامض، غير هي الزيت الحامض ضاره للبشره، وزيت البرتقال كان عندها نفس المنافع وكتصلح، غير هي خصنا نخلطوا معها واحد شويه ديال زيت العنب،
باش زيت بودور العين باش السيده تغلط شويه الحنيكات ديالها. واخا بالنسبه للسيدات اللي كيعانيوا من انعدام الشهيه، واش انهم يشموا الرائحه ديال الزيت البرتقال غتفتح لهم الشهيه؟ اكيد، ومن الاحسن ياخذوا الزيت الاساسي. حنا عطينا الوصفه ديال حرق الدهون الزيت الطبيعيه، وهما غادي ياخذوا الزيت الاساسي الروح ديال البرتقال. الروح ديال البرتقال وكيفاش يستعملوها؟ يخليوها في قريعه كيحلوها شويه، كيشموها واحد شويه، كيبعدوا عليهم ما يقربوش الانف ديالهم بزاف، يبعدوا عليهم واحد شويه وكيشموها قبل كل وجبه، وهنا كتعطيهم النتيجه ديال رفع الشهيه. وخصهم يجربوها، حيت هذه المساله كتجي شويه ماشي هذيك، ولكن كتبان غريبه، ولكن غيجربوها غيبان لهم الفرق. اكيد، لان كاين واحد العلم اللي كيتسمى لاغوماتيغابي، العلاج بالزيوت الاساسيه، وهذا من الانواع ديال العلاج ديال الشم، واللي كيعتمد على رائحه الشم. فجربوها والله يعطيك الصحه دكتور عماد، ولانه كاين الحمد لله اليوم مجموعه الكفاءات المغربيه اللي كتعالج، اللي كتسهر، اللي كتعتني، واللي كتوفر كل هذه الخدمات للناس المرضى. ولكن دائما في امراض بحال داء السرطان، اللجوء والرجوع الى الاعشاب، الى وصفات طبيعيه اللي ماشي مكلفه ماشي غاليه بحال العلاج ديال هذا المرض، كان هو الحل بالنسبه لفئات حريضه. اليوم شنو اللي منتشر؟ انت كنذكر بانك ايضا رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه، شنو اللي اليوم جاري به العمل في بلادنا واللي بالنسبه لك كيشكل خطر حقيقي على حياه الناس اللي عندهم السرطان؟ نعم، فاليوم غادي نركز على ثلاثه ديال النباتات اللي كيتستعملوا بزاف هذا المشكل هذا ديال الناس اللي كيكونوا مرض بالسرطان، وهاد النباتات اللي كتشكل واحد الخطوره كبيره على الحياه ديالهم. اذا غادي نركزوا في هاد ثلاثه ديال النباتات اللي كتستعمل بزاف. على الراس ديال هاد النباتات اللي قلنا هي برزطم. برزطم ما يسمى بالفرنسيه لاغيستولوش. هاد برزطم هذا فيه مواد جد سامه. شنو هما هاد المواد هادو اللي فيه؟ اهم هاد المواد هادي هي الحمض، او ما يسمى بالفرنسيه لاسيد اغيستولوجيك، يعني حمض برزطم. وهذا الحمض هذا برزطم شنو كيدير؟ كيمشي لينا الكلاوي ديالنا وكيجرح الكلاوي كاملين، وبالتالي الكلاوي ما كيبقاوش كيشتغلوا بالطريقه الطبيعيه ديالهم، وكتوصلنا لا قدر الله المرض ان الانسان كيولي كيمشي كيدير دياليس. فهنا ردوا البال لهاد الماده هذه اللي كيمكن لها تأدي لنا القصر الكلوي. فهاد الانسان او هاد السيده اللي كتكون كتعالج على السرطان، الله يشافي المرضى ديال السرطان يا رب اجمعين، وكتكون كتستعمل هاد برزطم هادي، فكيولي ولا كتولي محيرتها المشاكل والاعراض الجانبيه ديال لاشيميوثيرابي ديال الدواء ديال السرطان، اللي مع الوقت كتولي كتحيد ما حيرتها تمشي دير دياليز. اذا هذا البرزطم اللي كيولي كيعطي القصر الكلوي. واخر الابحاث، اخر ما جمعت عليه الابحاث العلميه الحديثه، انه ولا مرض دابا ولات سميتو لا نيفروباتي اسيد اغيستولوجيك، يعني مرض القصر الكلوي ديال حمض برزطم. اذا بكثرة ما كثر هذا المرض هذا، وبكثرة ما هاد الاختصاصيين في الكلاوي لي نيفرولوج ولاو كيعيشوا هذا المرض، ولا دابا مرض معروف عند الاطباء الاختصاصيين في امراض الكلي اللي هو هذا المرض هذا. فركزوا بزاف، راه برزطم هو سم، هادشي هضرنا غير على الكلاوي. واولا برزطم كيأثر لنا حتى على الكبد، لان علاش؟ لان برزطم ماده سامه وصعيب التفكيك ديالها في الداس ديالنا. اذا هذه اول نبته هضرنا عليها. النبته الثانيه واللي كنستعملوها في الحياه اليوميه ديالنا بزاف، اللي هي الشيح، لاغمواز بلونش. فالشيح فيه ماده او مجموعه من المواد سامه اللي شنو كدير؟ كتمشي وكتعطينا واحد التدهور في الحاله ديال العضلات ديالنا. شنو كيوقع فيها؟ ان العضلات ما كتبقاش ديك القوه ديالهم، كيبقاو العضلات كيترخاو شويه بشويه، ومع المده كيولي ارتخاء ديال العضلات ديال الجسم كامل، ولا قدر الله كتادي للوفاه. وكيولي كيقول الانسان انه كان كيعالج على مرض السرطان، وكان كيظن ان السبب ديال الموت هو السرطان او العلاج، وهي راه كانت هاد المواد هذه اللي كان كياخذ طبيعيه، مثلا بعض المواد كالشيح مثلا. والماده الثالثه اللي غادي نهضر عليها الماده الشائعه
هذه المادة الشائعة اللي كتعطى مشاعر عن مرضى السرطان. كذلك بالنسبة للنساء اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الكيست في الوالدة ديالهم، النساء اللي كيكونوا كيعانيوا من المشاكل ديال الهرمونات هي الضغموس لو فورب. فهاد الضغموس هذا من المواد السامة اللي فيه، كيحتوي على نوع من الكحول ما يسمى بالالكول ميغيسيليك، وهذا الكحول هذا اللي هو مادة جد سامة لا على الدماغ ولا على الكبد، وكذلك كتأدي لنا القصر الكلوي ومجموعة من المكونات النباتية أو المكونات الكيميائية الطبيعية اللي كتسمى الفلافونويدات. هاد الفلافونويدات حنا كاختصاصين في المجال هذا ديال المواد الطبيعية أو كصيادلة، فهاد المواد ديال الفلافونويدات حتى ملي كنبغيو نستعملوها في العلاج الطبيعي كناخذوا الحذر فيها. ولكن ملي كنجيب واحد النبتة ديال الضغموس، لأن الكثير من الأخوات كيسمعوا من عند شي واحد أو كيقولوا لهم أنها كتعالج، كيولي كياخذ الضغموس كياكلو هكاك. أنا حضرت الناس اللي كياخذوا الضغموس كيقشروا كياكلوه بحال البنان، حضرت الناس اللي كياخذوا الضغموس وكتحنوه مع الليمون، وكاين كاع اللي كيبدع كيولي الضغموس كيدير منه عصير كيخلطوا مع الفواكه. فهنا كنقول لك الأخت ديالي اللي كتسمعي ليا أو الأخ ديالي اللي كتسمع، فهاد الضغموس مادة جد سامة لا للكبد ولا للدماغ، وغادي تكون كتأثر على الداس ديالك وتكون كتسمم الداس ديالك بثمن رخيص وانتيا ما عارفش. تفضلي أخت فاطمة. أنا بغيت نقول لك أنا الأم ديالي جاها سرطان الثدي نعم في 2007 نعم، والحمد لله تبعت العلاج ديالها عند أطباء والحمد لله دابا راه بخير. حيدات هي الثدي اللي من حيداته نعم الحمد لله، ولكن الحمد لله تبعت طبيب بكل ما كيقول ليها دارته، دارت لا شيميو نعم، دارت لا غاديوثيرابي ودابا الحمد لله راها بخير صحة من معتبرة وخلا. وكيقولوا ليها ما خطاك العيالات كيقولوا ليها ديري برز الطم وديري العس الحور، يا احنا ما بغيناش ما خليناش، هي بغات دير احنا ما خليناهاش نعم، وتاتي ما خليناهاش نعم. انا لا مادام غتبعي الطبيب، لا العلاج كاين عند الطبيب ما كاينش في برز الطم. والحمد لله دابا الام ديالي راها بخير الحمد لله، وكل دابا كل سيموا عندها الكونترول والحمد لله دائما بخير الحمد لله. الحمد لله. وانا كنشكرك بزاف فاطمه عفتي علاش انه هذه الشهاده ديالك انت دابا كتقولي بصوتك وبالملموس للناس على انه الى الانسان تبع العلاج ديالو وما خلط شاي مع العشوب راه ممكن الحمد لله ربي يجيب الشفاء. الله يبرا حيت الانسان الا بقى كيدير داك العشوب وهذاك الشيء كيتعطل نعم، والمرض كيزيد نعم كيزيد كيتفاقم. وانما العلاج طاح فيك مرض سرطان هو العلاج ديال الطبيب نعم، هو لا غير. وشكرا لك وبغيتك تسلمي لي بزاف على الميمه والله يخليها لكم ويطول لكم في عمرها. بغيت نقول وهو بنادم من مرض السرطان يدير العلاج والكمال على الله، ما كاين حتى شي حاجه سبحان الله كتزيد في العمر نعم والو. الى العشوب لا لا شيميو واخا ما عرفتش شنو ديري نعم. واش انت يا عندك شي انسان مريض؟ كانت الوالده ديالي الله يرحمها مرضات 2005 نعم بسرطان الثدي ودرنا لا شيميو درنا غاديوثيرابي ولات بخير صحيحه لاباس عليها، بقينا كنديرو الكونترول فجأة حتى ولا في الرية نعم 2013 ولا في الرية، الوقت اللي بان في الرية صافي من بعد ولا كيبان بزاف البلايص ولا ميتاستاز صافي. الواحد مني كيمرض السرطان في الأول يقدر يتعالج، إلا بان في بلاصة وبان في الأخرى نعم من المستحيل أنه يتعالج نعم. قول لي يا واخت وفاء، طبعا حنايا اليوم كنترحموا على الام ديالك الله يسكنها فسيح الجنات والله يجعلها ان شاء الله من الفائزين بالجنه يا رب. كنحسوا طبعا بالاسى ديالك في الصوت ديالك لانه غتكوني انتيا والاسره عشتوا معها تجربه. ربما الحاجه اللي يمكن ما نتفقوش معاك فيها انه الانسان اي واحد جاه السرطان الا وراه غيموت. اليوم ماشي غير في المغرب، اليوم في العالم شحال ديال الناس منهم رياضيين منهم ناس اللي معروفين اللي ايضا ناس يعني عاديين كيقول لك اودي
راه فعلا دزنا من هذه التجربه ولكن كان العلاج. فربما المزيان انه نزيدوا ناكدوا التشخيص المبكر خاصه عند السيدات بالنسبه لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، انه كل ما كان التشخيص مبكر راه طبعا الحدود غادي تكون اكبر في العلاج. ولكن ما نقدروش ربما نقولوا راه الانسان صافي الا جاه الكونسيغ راه غادي يموت، لانه اليوم كل شيء هاد الاطباء وهاد الفروق وهاد الناس اللي كيشتغلوا الا باش يعطيو الامل، والحمد لله كاينه مجموعه الحالات وانت سمعتي السيده اللي من قبل. انا اللي بغيت ربما نسولك باش نستافدوا من الشهاده ديالك ودكتور عماد دائما معنا، واش الوالده واش الميمه الله يرحمها كانت استارت العشوب؟ اي درنا العشوب، درنا بالرزطام والعسل، درنا الدغموس. ايوا هنا اختي شوف دابا انا مريوات. الله يعطيك الصحه. صاف هادشي اللي بغيت نسمع انايا، بغيت نعرف هاد الاعشاب هادي اللي استعملت الوالده ديالك. اذا المريوت بالرزطام شنو اخر استعملات؟ شنو قلتي المريوت وبالرزطام والدغموس. واخا هاد المواد هادي اللي خدات شحال المده باش كانت كتاخذ فيها؟ مرة كتسرى ب الريوات. نعم اختي، وهنا دابا كيبان الخطورة، حيت دابا فاش هضرنا على العلاج الطبي ماذا بينا تقول لنا الأخت وفاء كيفاش كانوا كيستعملوا هاد الأعشاب؟ كيفاش كنتوا كتعطيوهم الأم ديالك؟ مريوت كنا كنخويو على المطايب وتتشربها، كنخليوها تبرد وكتشربها. نعم، وبرزطم؟ برزطم كيتخلط مع العسل. وشنو شحال مره كانت كتاكلو؟ الحار. شحال مره كانت كتاكلو؟ كنديرو على شكل حبيبات بحال الفانيد. الفانيد وكيتشربها. نعم. نعم. والمريوت تقريبا شحال ديال المريوت؟ درناها على شكل عصير. اي مع الليمون. مع الليمون. اي الوصفه حتى الوصفه شائعه. قول لي يا وفاء، واش هادشي الميمه الله يرحمها ملي كانت كديرو واش كانت وقفات العلاج؟ لا، كنديرو في لاشيميو. كديرو لاشيميو وتتزيد الاعشاب. وعندي مازال نموذج اخر، يلا يلا دفناها غير البارح، غير البارح دفناها مرتبط خالتي ما دارت حتى شي حاجه. نعم، حتى شي حاجه، يلا دارت لاشيميو الحصه الاولى. ربما لانها مشات في مرحله متاخره من المرض، داك الشيء علاش. الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها ويوسع عليها. انا وفاء انت كتصلي لنا وانت دابا متصله باش تشاركي معنا من التجربه اللي عشتي مع الام ديالك المرحومه، واش هادشي ديال الاعشاب ما عطاش النتيجه ياك؟ احنا متفقين انه الاعشاب ما عطاوش نتيجه. واش كتحسوا انه داك الشيء ربما زاد اثر على الحاله الصحيه اللي كانت فيها الميمه؟ ما كاين حتى شي تغيير، والو ما كاين حتى شي تغيير. نعم، حتى شي حاجه ما كاينه. دكتور عماد، شنو تقول لوفاء باش ناخذوا حالات اخرى؟ لانه الناس كيتصلوا بنا. نعم. 05 22 77 24 24. في خلاصه لان كل شيء غيتعمم في واحد النتيجه واحده. اولا اننا ملي كناخذوا هذه المواد هذه كنخلطوها مع لا شيموثيرابي، كاين ما يسمى بالانتيراكسيون ميديكامونتوز، التفاعل الكيميائي بين الادويه، سواء الادويه الطبيعيه ولا الادويه اللي كتستعمل كيميائيه. اذا هنا ملي كنخلطوا الاعشاب مع لا شيموثيرابي كتولي لا شيموثيرابي، هذاك الدواء كيولي لينا سم في الدات ديالنا، يا اما الدات ما كتستافدش، يا اما الفعاليه ديالو كترتفع في 5 ديال المرات اكثر، اذا السم ديالو كيرتفع في 5 ديال المرات اكثر. نعم. ولا ما كيبقاش كياثر لنا هذاك الدواء، اذا كاينين ثلاثه ديال الانواع. اولا، ثانيا ملي كنخلطوا الدغموس وكنطحنوه مع العصير ديال الليمون كنرفعوا ليه من درجه السم ديالو بحال هكا نقولها بهذه الطريقه هذه باش الاخوات كلهم يفهموا الخطوره ديال الدغموس هذا. ملي كنطحنوه مع الليمون 5 ديال المرات كتولي الدرجه ديال السم ديالو كترتفع 5 ديال المرات. اذا الا كان غادي يضر الانسان على 5 سنين كيولي كيضرو على عام، وكتولي النتيجه خطيره وكيمكن له ياثر على الكبد. المريوت لواحد النبته اللي ظهرات دارت واحد الضجه كبيره، راه مؤخرا زادت بينات الابحاث بانها ماده جد سامه للكبد. اذا ردوا البال هذه المساله. المريوت الا شربناها عبر الفم وخديناها كتمكن لها تسمم لينا الكبد ديالنا وتؤدي لا قدر الله للتشمع ديال الكبد، يعني ما كتبقاش فيه المناعه، كيمكننا تولي عند الانسان ليباتيت سي، كيولي داك التعفن ديال الكبد لدرجه متطوره بزاف. ومن هذا الشيء كامل
ان الانسان الصحه ديالو كتدهور وغادي تادي به لا قدر الله للموت. نسال الله السلامه للجميع لنا ولكم جميعا. انا مصابه بسرطان هذه 5 سنين. نعم. وعملت لاشيميو ديالي، عملت غاديوثيرابي، عملت الدواء، ومؤخرا وقع لي ميتاستاز يمكن دكتورين مدى في الفوا. اها. الو حنا معاك، حنا معاك، انت نصمتو باش ناخذو من عندك السؤال. عملت لوبيراسيون، انا بغيت، انا عمري ما استعملت العشب. نعم. يعني جابوا لي الناس برستام بزاف ديال العشب، ولكن انا كنرفض الرفض تماما، ما كنستعمل حتى شي عشبه. يمكن لك تقولي لي اختي العزيزه شنو هما الاعشاب الاخرين اللي الا كاين شي عشبه من غير هذو اللي ذكرنا؟ اللي جابوا لي الفكريه برستم. برستم اللي هو العشبه. ونصحوني بالدغموس، ولكن انا زعما عمري ما استعملت هذه المسائل. واختي كنشكرك بزاف. كنشكرك ولو ان مؤخرا وقع يعني وقعت لي ميتاستاز لوفوا، عملت لوبيراسيون. نعم. ولكن الحمد لله متفائلين، فهمتي؟ الانسان كيعمل اليقين ديالو في الله سبحانه وتعالى. شوف انا اللي بغيت السؤال ديالي، بغيت نسقسك على جوج حاجات. على الزيت ديال الحبه السوداء. اييه. اللي كنت قلتي بانه صالح للشعر. اييه. انا شريته ولكن شريته من لا فارماسي، ولكن تخوفت منه حيت فيه واحد الريحه، واش هو يعني هو لو غراند نيجل؟ هو هذاك. هي حيت فيه واحد الريحه شويه قويه، وخاصني بغيت تقولي كيفاش نستعمله. فهذيك الريحه اللي قويه شويه غدا بحال شكل الحار، بحال كتشمي ريحه الفلفله حاره. ايوا يعني انا كنتخوف من هذه المسائل. قلت يعني تبارك الله عليكم، انتم عندكم واحد المصداقيه راديو اصوات، ولا لا الدكتور نتينا دكتور ولا الاخت سناء، فبغيت نتاكد منه وبغيت يعني نسقسك هو وزيت الدغموس. وحنا في الخدمه اخت عزه، حنا في الخدمه كنتمناو لك الشفاء يا رب، وخليك دائما هكذا. قول لها دابا دكتور. عسل الدغموس. نعم، عسل الدغموس بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيعانيوا من داء السرطان يحاولوا ما يكثروش منه بزاف. راه قلت شحال من مره ان حتى الناس اللي عندهم المناطق، في المناطق فين كاين الدغموس، عسل الدغموس كيستعملوه قليل، كيتستعمل واحد اليومين، ويقدروا يستعملوه مره في 3 شهور، مره في 4 شهور. اذا من الاحسن نقلبوا على انواع اخرى ديال العسل. وعسل الدغموس حار بزاف، وخاصه الناس اللي كيعانيوا من داء السرطان كيمكن ياثر عليهم لانه شويه قاصح عليهم، وخاصه دابا انت عندك مشكل ديال الكبد. فالكبد خصك تحاولي، راه كاينه واحد الحميه، واحد الريجيم عطاه لك الطبيب تبعيه، زائد انك دائما تاخذي مواد اللي ما كتكونش حاره بزاف. بحال دابا خذي العسل ديال الزعتر، العسل ديال الازهار، المهم العسل اللي غادي يكون شويه اللون ديالو فاتح. واخا عزه دكتور، شكرا، بارك الله فيك. لا شكرا على واجب. صافي، شكرا شكرا بزاف. كان سؤال، الوالده عندي ديالها عندها سرطان عنق الرحم. نعم. ايوه. ودارت الحصص ديال الاشعه، ما دارتش الشم، لان المراه كثيره في السن ما يمكنهاش دير الشيميو. يعني دابا تبع الحصه ديالها الكونترول، دابا الحمد لله مزيانه، ولكن واش كاين هذا المرض يرجع او لا؟ هو المرض الا كان يتبعوا الحصص بطريقه سليمه وكما قال لنا الطبيب كنديروا، فالحمد لله ما كيبقاش المشكل. اذا ملي غدير هي التحاليل وكتمشي كل 6 شهور باش كدير الكونترول، ولا شوف المده اللي كيدير مع الطبيب، وكتكون الامور بخير، فالحمد لله ان شاء الله هذه الامور هذه ما باقاش غادي ترجع لهذه المشكلة. هذا مساعده كل ماكله طبيعيه ولا شي حاجه مواد طبيعيه للمساعده بالنسبه للناس اللي مسنين او ابتداء محدثين وعندهم داء السرطان؟ هذا سؤال مهم دكتور عماد، لانه غادي نقدموا ايضا الوصفات اللي محضرهم المستمعين. نعم، فغادي في الاخير غادي نعطي وصفه للمساعده. اذا غادي نعطي الوصفه للمساعده للمشاكل ديال السرطان وكذلك الوقايه. اذا كناخذوا العسل الحر، راس ديال الثومه، الزعفران الحر، القرقاع مطحون، زيت القرعه الحمراء، زيت الجمره، ويل دو سوسي، اذا زيت الجمره راه موجوده في المشابات، بروبوليس. اذا نعاود العسل الحر كناخذوا رابعه، راس ديال الثومه كنخليوه، العسل الحر،
قلنا ماشي العسل الدغموس. لا، العسل الحر. العسل الزعتر او العسل الليكاليبتوس او العسل الازهار هي اللي نعطيوها الاولويه. الاولويه لان اصلا تاع العسل الدغموس غالي بزاف، العسل الحر من غير الدغموس. ولكن الانسان في هذه الحاله واخا تكون الحاجه مكلفه راه غيمشي يقلب عليها. اذا من الاحسن رابعه العسل ديال الزعتر. نعم، اذا رابعه ديال العسل اللي يكون فاتح اللون ديالو كنديروا فيه راس ديال الثومه، كنزيدوا عليه خمسه ديال الشعيرات ديال الزعفران الحر، قرقع مطحون معلقه كبيره، جوج معالق كبار من زيت القرعه الحمراء وزيت الجمره، وجوج معالق صغار ديال البروبوليس. هاد المكونات كاملين كنخلطوهم، كندفيهم في حمام مريم مده ديال 10 ديال الدقائق، كنخليهم مده ديال يومين. من بعد شنو كنديروا؟ كنحيدوا داك الراس ديال الثومه صافي، وكنحيدوه وكنخليو هذاك الخليط اللي بقى عندنا. داك الخليط كنوليو كناخذو منه معلقه صغيره بالنسبه للكبار، معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل بعد الاكل. وبالنسبه لوليداتنا ابتداء من السن ديال 10 سنين كنوليو كنعطيهم نص معلقه صغيره في الصباح. الوقايه هذه العمليه كنستعملوها مده ديال 15 يوم وكنعاودوها كل 3 شهور باش كنبقاو كنعطيو الوقايه ضد السرطان. الناس اللي كيكونوا كيعانيو من داء السرطان غادي نوليو كناخذوا هذه الوصفه هذه مر شهر وارتاحوا شهر ونعاودوا نعاودوها شهر اخر، اذا شهريه وشهر لا، وكنداوموا عليها. لا الناس الكبار في السن ولا الناس العاديين يمكن لهم ياخذوها بكل امان وبالشفاء ان شاء الله. امين يا رب العالمين. بالنسبه للسيدات اللي سولاتك الاخت على الحبه السوداء للشعر، الناس اللي كيتعالجوا بلا شيميوثيرابي كنعرفوا على انهم الاعراض ديالها انه الشعر كيتساقط، لون البشره كيتغمق، شنو هي الزيوت الطبيعيه او الوصفات الطبيعيه اللي غادي تنصحهم يديروها للمساعده؟ فاولا كاينه زيت اثناء العلاج طبعا بالشيميوثيرابي غتكون زيت ارغان ديال التجميل، لان كذلك فيها مضادات الاكسده قويه مزيانه لمشاكل السرطان. زيت الحبه السوداء، زيت اللوز الحلو، زيت البابونج، اذن اربعه ديال الزيوت. يا اما كندهنوا كل زيت بوحدها كنخليوها مده ديال ساعه وكنمسحوها، او كنديروها ساعه قبل الغسل، ولا كنجمعوهم اربعه بهم وكندهنوهم مده ديال ساعه وكنغسلوهم، ولا غير كنمسحوهم. كنمسحوهم الا كان الشعيرات يلاه كيبانوا، باقي الشعر ما كاينش نهائيا كيبقاو غير كيبانوا دوك الشعيرات، كيمكننا ندهنوها نخليوها مده ديال ساعه وكنمسحوها بواحد القطن. الا كان الشعر مثلا غير خفاف كندهنوها مده ديال ساعه وكنغسلو الشعر ديالنا. العمليه كيمكننا نديروها جوج مرات في الاسبوع، بالنسبه للي الشعر ما كاينش يمكن له يديرها ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها حتى كينوض الشعر وكيرجع للحاله الطبيعيه ديالو امنه ما فيهاش المشكل. دكتور عماد كنعرفوا ايضا على انه الوقايه ايضا خير من العلاج. هناك ايضا وصفه اللي محضرها للجميع للوقايه. نعم، فوصفه للوقايه كيمكننا ناخذوا الوصفه اللي هضرت عليها في الاول، ويمكننا نديروا وصفه اخرى اللي غادي ناخذوا فيها الزعتر، غادي ناخذوا فيها اليزير، الاوراق ديال البسباس راه هو بان دابا، الاوراق الخضرين الفوقانيين ديال البسباس، والاوراق ديال الفريز اللي موجود دابا في هذه الفتره هذه، وكلهم هادو جمعنا واحد المركب ديال مضاد اكسده قوي، وكذلك مركب اللي غيصفي لنا الداس ديالنا. فهاد المشروب هذا كناخذوا معلقه صغيره ديال الزعتر، نص معلقه صغيره ديال اليزير، الاوراق ديال البسباس كناخذوا تقريبا واحد جوج قبيطات، الا خدينا بسباسه داك الوراق الفوقانيين ديالها كنقطعوهم، نقطعوا الوراق ديال جوج بسباسات كنقردوهم صغار، واوراق الفريز كناخذوا جهد معلقه كبيره. اذا غنعاود الزعتر معلقه صغيره، اليزير نص معلقه صغيره، جوج قبيطات ديال الوراق ديال البسباس مقردين مزيان مقطعين، والوراق ديال الفريز كناخذوا منهم معلقة كبيرة. هاد الخليط هذا كامل كنديروه في طرو ديال الماء، وكنخليوه يغلي واحد المدة ديال خمسة ديال الدقائق فقط. إذا من غير يبدا يطلع فيه ديك الغلية،
نخليوه نحطوه ونخليوه تيطلق واحد المده ديال 3 ديال السوايع. من بعد كنصفيو هذاك المحلول. المحلول ملي كنصفيو كناخذو بالنسبه للناس الكبار كياخذوا كاس صغير بعد الفطور بساعه وبعد العشاء بساعه. بالنسبه للوليدات من 10 سنين حتى 14 عام كياخذوا نص كاس صغير بعد الفطور فقط. العمليه كنديروها 15 يوم في الشهر مده ديال 3 شهور. ومن بعد هذه العمليه يمكننا نعاودوها منين يفوتوا 3 شهور ولا 4 شهور نعاودوا هذه العمليه ونبقاو غاديين بحال هكا وان شاء الله غادي تعطي نتيجه ان شاء الله. الرحمن الرحيم.